مشاهدينا نرحب في الاستوديو بالبروفيسور جنان احمد رئيس مصلحه امراض الكلى وتصفيه الدم بمستشفى الاغواط، حاضر معنا اليوم في الاستوديو للحديث عن امراض الكلى الوراثيه. صباحك سعيد، اهلا وسهلا بك معنا. صباح الخير، شكرا على الاستضافه، وصباح الخير لجميع متتبعي ومشاهدي قناة شروق نيوز. شكرا على السيدة. شكرا جزيلا الشكر. أنت أيضا بروفيسور على رأس جمعية في هذا تنشط في هذا المجال، جمعية أفاق للتشخيص المبكر والوقاية من أمراض الكلى. يعني دور الوقاية دور كبير من أجل تفادي أمراض الكلى والأمراض المزمنة. نتمنى لك كل التوفيق على رأس هذه الجمعية التحسيسية والتوعوية. إذا اليوم خيرنا موضوع الكثير من ما يعرفوش أنه هو أمراض الكلى الوراثية. بصفة عامة ما هي أمراض الكلى، وبصفة خاصة ما هي أمراض الكلى الوراثية اللي نتناقلوها يعني ربما عن جد؟ بالفعل ما يخفلكش والمشاهدين الكرام، الكلى تعتبر أعضاء عضو نبيل، يعني يقوم بوظائف حيوية، وبدون الكلى الإنسان ما يقدرش يعيش. يعني لما توقف الكلى عن العمل يؤدي إلى الوفاة. وظائف الكلى هي تصفية الدم من الشوائب، مراقبة السوائل، الإلكتروليت، يعني عنده وظائف عديدة وحيوية. إذا لما يصرى اعتلال أو اختلال في وظائف الكلى نسميه الفشل الكلوي، يقدر يكون فشل كلوي أو اعتلال حاد، يعني نقدر نقلب وظائف الكلى، ويقدر يكون مزمن وغالبا ما يروح للمرحلة النهائية اللي تحتاج تصفية دم أو تصفية أو زراعة كلى. كاين عدة أسباب لأمراض الكلى، يعني الأكثر انتشار هي مرض السكري، مرض ارتفاع الضغط الدموي، السمنة أيضا تأثر على أداء الكلى، لأنه السمنة تقدر، لأنه عمل وظائف الكلى يزيد بالكلية راح تتعب، وثانيا السمنة أحد عوامل الخطر الإصابة بالسكري والإصابة بارتفاع الضغط الدموي. سوء التغذية أيضا بكل أنواعها ربما، سوء التغذية، الاستعمال العشوائي للأدوية، وكاين جانب وراثي. يعني هذه كامل الامور هذه تتعلق بالنمط المعيشي، يعني السكري، ارتفاع الضغط، السمنه، قله النشاط البدني، هذه كامل. ربما ايضا دكتور عدم ترطيب الجسم بكميات كافيه من الماء يؤثر على اداء الكليه. الكميه هي على الاقل ريتل ونصف او 2 لتر، يعني الكميه لما الانسان ما يتناولش الكميه الكافيه راح يعرض جسمه للجفاف، والجفاف راح ينعكس سلبا على وظائف الكلى بظهور التعفنات ليزانفيكسيون او الحصى في الكلى. اذا شرب كميه كافيه خاصه عند الافراد المرضى، الاطفال، الرضع والمسنين، وفي المناطق الحاره وفي فتره الصيف شيء مهم. يعني على الاقل 1.5 لتر 2 لتر من الماء. إذا نروح نشوفوا صورة تاع الجينات الوراثية باش نطرقوا مباشرة إلى موضوعنا لنهار اليوم. وشنو هما أمراض الكلى الوراثية اللي نتناقلوهم كما رانا نشوفوا في الصورة، وشنو هي الطريقة اللي ينتقل بها هذا المرض من الأم الحامل لطفلها؟ الأمراض الوراثية اللي تصيب الأم الحاملة للجينات، الامراض الكلى، الامراض الوراثيه اللي تصيب الكلى هي امراض عديده، يعني نحصيو اكثر من 82 مرض اللي يصيب الكلى، يصيب عده اعضاء بزاف. يعني هذه بالفعل كاين امراض كثيره الانتشار مثل التكيس الثنائي، تكيس الكلى سي لا بوليكيستوز، اللي هي المرض الوراثي الاكثر انتشار شيوعا هنا في مثلا في مناطق في الجزائر. يعني تقدر تلحق نسبة الانتشار حتى 10-15% من جميع أسباب، يعني تجي مباشرة بعد مرض السكري ومرض ارتفاع الضغط الدموي كمسببات للقصور الكلوي. هذا يعني المرض الوراثي الأكثر انتشار، يعني يسبب تكيسات في الكلى، والتكيسات هذه يعني المشكلة تاع الأمراض الكلى بصفة عامة والأمراض الوراثية أنها أمراض صامتة. يعني لو كان ما نقوموش بالتشخيص ما نفيقولهاش، المريض يقدر يلحق المراحل
متقدمة من القشور الكلوي؟ مكاش ربما مكاش اضطرابات أعراض؟ غالبا المريض لما نقول له حبسه كلوي كيقول لك يتفاجأ، يقول لك أنا ما عندي والو، ما يتقبلش. هذا هو مشكل أمراض الكلى، القاتل الصامت، يعني يقدر يصرى تلف في أكثر من 75% من أنسجة الكلى بدون ما المريض يحس بحتى حاجة. هذا هو دور التشخيص المبكر خاصة عند الأفراد الأكثر عرضة، مثلا الديابيتيك، مرضى السكري، مرضى ارتفاع الضغط الدموي، والعائلات اللي يكون عندها ماضي في أمراض الكلى. مثلا الأكثر عرضة، يعني الأكثر عرضة مثلا في مناطق، مثلا في الشرق الجزائري لما كنت نمارس في الاختصاص، كاينين عائلات لما يجي لي نعرف باللي عنده تكيس كلوي، لانهم عندهم ماضي عدة أفراد اجيال واجيال مصابه بالتكيس الكلوي. يدخل لي المريض الفلاني يشوف اللقب تاعو ديريكتومون ديرو ليكوغرافي باللي احتمال كبير انه مصاب. اذا دور التشخيص المبكر، والتشخيص هذا راح سهل، يعني ب دي بينون تحاليل في الدم ولا صور ليكوغرافيا، يعني الاشعه الفوق صوتيه، اكزاما سامبل، ويقدر يعطيك معلومات كبيره، لانه لما نشخصوا المرض في مراحل متقدمه نقدروا نتخذوا، يعني نقدروا ما نتفاداوش المرض لانه وراثي، لكن نقدروا نتفاداو التعقيدات الخطيره، مثلا من القصور الكلوي، من أكيد. مضاعفات على القلب، ونقدروا نمدوا ان كونساي جينيتيك، نصيحه، لانه الامراض الوراثيه مثلا حاليا مثلا في الدول المتقدمه لو بينا التحاليل ما قبل الزواج ما تشملش، ما تنحصرش فقط على لا سيرولوجي، ليباتيت سي، لا شيء، ربما سطحيه تحاليل مفيده، يعني هذه ليباتيت مفيده في الامراض المعديه، لكن كاين الجانب الوراثي. اذا كان مثلا الزوجه المستقبليه والزوج عنده مثلا ماضي في مرض كلى او مرض اخرى، نديروا اون فافير سكون ابل لي تيست جينيتيك، البحث عن جينات تقدر تمد امراض، ونمدوا النصيحه يعني باش نتفاداو ظهور الامراض الوراثيه النادره. لكن التحاليل ما كانش بزاف في الجزائر على ما اظن، كاين مخابر معدوده يعني، وحتى التكاليف تاعها باهظه الثمن، يعني ماشي في متناول الجميع. وهذا هذا دور، يعني نرجع لك، لانه السيد رئيس الجمهوريه العام الماضي كان صدر اوامر صارمه وواضحه من اجل التكفل بجميع الامراض الوراثيه النادره، من اجل توفير الدواء، التشخيص المبكر، وحصر هذه الامراض. لانه لما نشخصوا ونمدوا النصائح الوراثيه ونعزلوا هذا المرض، نقدروا نوقفوا انتشار هذا الاخر، لانه لما نخليوا المرض الوراثي يمشي، وخاصه في زواج الاقارب، لانه هذه الامراض الوراثيه كثيره الانتشار بين الاقارب، لانه لا عندنا عادات وعندنا تقاليد، لربما الافراد يحبوا يبقوا في العائله من اجل الميراث ومن اجل اعتبارات اخرى. اذا زواج الاقارب هو السبب الاكثر عرضه لظهور هذه الامراض. كاين امراض اخرى دكتور؟ كاين امراض اخرى، هذا المرض الاكثر انتشار. نرجعوا للامراض النادره، مثلا مرض فابري اللي يقيس عده اعضاء، وعاده المريض تلقاه يلار، يعني تائه بين الاخصائيين، يفحص من اجل القلب، يعني يفحص من تداخل اعراض أمراض أخرى. لا، لانه هو سي اون مالادي سيستيميك، تقيس هذا المرض يقيس عده اعضاء، دونك يقيس القلب، يقيس لابو، يقيس الجهاز العصبي، ويقيس لنا. اذا عاده التشخيص يكون متاخر، وللاسف الشديد يعني هذا المرض عنده دواء، عنده دواء ومتوفر، ورئيس الجمهوريه مد امر بالتوفير لجميع الادويه للمرضى الامراض النادره، وايضا من اجل التشخيص، وربما راح تكون فرصه من اجل توفير التشخيص الوراثي للعائلات اللي عندها اكثر عرضه.
il y a plusieurs maladies, donc Fabry, la maladie de Gaucher, la maladie... في الجزائر هناك تكفل بهذه الأمراض؟ تكفل كافي؟ تكفل يعني نقوله من ناحية التشخيص، يعني لأنه مثلا نهزوا مرض فابري، مرض نادر لأنه يقيس أونفادير شخص من مليون 100,000 نسمة. لما نشوفوا العدد يعني عندنا سنتين حسب، ما كانش سجل رسمي لكن حسب الإحصائيات الأخصائيين، والبارح كان فيه ملتقى كانت نظمته مخابر تاكيدا، دونك من اجل تكوين الاطباء مختلف الاطباء في امراض الكلى، امراض القلب، امراض الطب الداخلي، من اجل التكفل الحسن من ناحيه التشخيص، من ناحيه العلاج وتوفير الادويه الحديثه اللي راهم يتعاملوا فيها، والحمد لله موجوده الادويه، وبعد تعليمات السيد وزير الصحه وتعليمات السيد رئيس الجمهوريه ان شاء الله راح يكون التكفل خاصه من اجل التشخيص، لانه اون سونتين دي مالادي بارابور لي زوتر الدول الاخرى كاين عدد كبير ماهوش مشخص يفوت ل 400-500 مريض. اذا في كلمه ختاميه اعتذر بروفيسور، احنا كنا خصصنا 30 دقيقه لهذا الموضوع الرئيسي لنهار اليوم، لكن نظرا للزحمه المروريه الله غالب نقصنا من المده، لانه هناك فقرتين في انتظار المشاهدين. كلمه ختاميه فقط للمشاهدين اللي يتابعوا فينا. نشكركم على الاستضافه، ربما تكون فرصه اخرى من اجل الحديث اكثر عن هذه الامراض النادره. احنا النصيحه اللي نقدموها للمواطنين الجزائريين هو التشخيص المبكر، خاصه الاشخاص الاكثر عرضه للاصابه، مرضى السكري، مرضى ارتفاع الضغط الدموي، والمرضى اللي عندهم عائلات في الماضي تاعهم كاين اصابه بامراض نادره ولا امراض وراثيه، نفس الشيء يقوموا بالتشخيص المبكر، لانه الامراض هذه عندها كاين امراض عندها علاج، علاج متوفر، والعلاج يقدر يفادى المضاعفات لمضاعفات خطيره. شكرا لك. يعطيك الصحه، شكرا جزيلا. شكرا لك بروفيسور جنان احمد، رئيس مصلحه امراض الكلى وتصفيه الدم بمستشفى الاغواط. نتمنى لك كل التوفيق، بدايه اسبوع موفقه ان شاء الله.